متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنبدأها بآخر صور للأقمار الاصطناعية الملتقطة فوق أجواء وسماء المملكة، والتي تشير تقريبا إلى تواجد تشكيلات من السحب والغيوم في المنطقة الشمالية من المملكة على وجه التحديد. هذه المناطق التي تأثرت بأحوال جوية غير مستقرة خلال الساعات الماضية، تساقطت على إثرها الأمطار وبعض زخات البرد والبرد الثلجي، كميات من السحب والغيوم التي ترافقت مع هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي أيضا أثرت على بعض الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة. هناك جبهة هوائية باردة تؤثر على تقريبا المناطق الوسطى من المملكة، مع بعض السحب والغيوم المسببة لبعض الأمطار الخفيفة، كذلك الأمر إلى المناطق الشمالية الشرقية، المناطق الشرقية من المملكة، وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، التي إجمالا معظم المناطق تشهد بهذه الأحوال أمطارا تكون خفيفة الشدة في معظم أحوالها وخلال الساعات القادمة. هذه هي توقعات النماذج الجوية الحاسوبية التي تشير إلى استمرار فرص بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة في مرتفعات جنوب غرب المملكة، في المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، والمناطق الشمالية الغربية الشرقية من المملكة، بعض الأجزاء الشمالية في رفحاء والحدود الشمالية فرص لبعض الأمطار. يتحرك هذا النظام الممطر نحو الشرق مبتعدا عن المملكة، وبالتالي تبقى فرص الأمطار قائمة خلال ساعات هذه الليلة وصباح يوم غد في بعض المناطق الشرقية. في الدمام هناك فرص لبعض الأمطار يوم غد الخميس في بعض الأجزاء الشرقية والسواحل الشرقية، مع بقاء فرص الأمطار أيضا قائمة فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة التي قد يتخللها بعض السحب الرعدية في ساعات ما بعد الظهر يوم غد، ولكن مع ساعات المساء والليل تتراجع فرص الأمطار في أغلب المناطق بما فيها المنطقة الشرقية، وتبقى فرص أمطار ضعيفة في المنطقة الجنوبية الغربية، ولكن مع حلول ساعات ليلة الخميس على الجمعة تستقر الأجواء في المملكة بشكل تام. أما بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، فالأجواء غائمة جزئيا، هناك احتمال لبعض الزخات من الأمطار خفيفة الشدة في أغلب الأوقات. درجة حرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة الرياض 16 درجة مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تشير إلى استقرار تدريجي على الأجواء، فمثلا غدا الخميس 23 مع أجواء غالبا مشمسة 10 درجات، ليلا 22 إلى 12 يوم الجمعة، تراجع في درجات حرارة يوم السبت من 19 إلى 10 درجات مع أجواء غائمة جزئيا بوجه عام. درجات الحرارة المتوقعة العظمى لنهار الخميس والصغرى ليلة الخميس على الجمعة سنبدأها شمالا من إسكاكا 18 إلى 6، في عار 17 إلى 5، في تبوك 18 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة، مكة المكرمة 30 إلى 20، جدة 27 إلى 22 مع رياح نشطة، المدينة المنورة 23 إلى 14، وفي الطائف من 22 إلى 11 درجة مئوية. في جنوب غرب المملكة فرص ضعيفة لبعض الزخات المحلية من الأمطار، في مرتفعات أبها من 20 إلى 12، باحة 15 إلى 11، وفي جازان من 29 إلى 26، وفرص كما ذكرنا زخات رعدية محلية من الأمطار خاصة في ساعات ما بعد الظهر. في الإحساء شرقا أجواء يعني غائمة جزئية مع بعض الغبار 21 إلى 12، فرص لبعض الأمطار في الدمام غدا 22 إلى 12، وفي حفر باطن من 16 إلى 8 درجات مئوية. في المناطق الوسطى في العاصمة الرياض 23 إلى 10، في بريدة 19 إلى 7، وفي حائل من 15، في ساعات النهار وليلا أجواء باردة مع احتمالية تشكل الصقيع، خارج المدينة الصغرى تهبط إلى 4 درجات مئوية. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.